وحيلي هبينا عطوبية كتير سنعيدان كحوقة دالكا سوماليات ايا كوكود جيرا هولغال ارقاق حسادة دالكا لوغا عربتير ايو وريال كتير سن ورباهين تعيدا مدى قلب كسيدة سوماليات او انيغو انقيبكا اهي ايا هولغال كاسي اقيبكا اه سي اي شعبكا سوماليات وسو تبيان جبكا نباديدكا اي لغو باعسان ايو قبلادا ايا دقموين كدالكا هالكن واديغانكا ورعيسي قبل كشبالا دحي وحي عيدن كحوغة دالك سوماليات كسارين مليشيات كوحدة برعديميات كعلى شباب عيدن كحوغة دالك اياسيدو كلنا بديد كساري ديغانو اي كمي ديهين غالف جلبلي قوردير اي ورعيسي او هاتن انكسوغن اي ديغانا دان ايا هوستاقا مغالوين كجوهر اي راقعي لأي قبل كاسي شبالا دحي كواسيو او اي كوديباتين ايان شعب كسوماليات اي كوداقن ديغانا داسي مددي اي جوغين نبديد كوماندوز كحوغة دالك سوماليات اي غرغر يغوطة دا افراد قيب دولاتاني تدباد حوغة دالك سوماليات او كاشان اي دادك ديغانك ايا هولغالك كاسميي ديغانا دا ارقي حساد لغا ساري اي كالاه ورعيسي غالف جلبلي قور ديري اي ديغانا كاليو كاتيرسن غوبل كاسي شبالا دهي هولغالك ايا قيبكا هولغالا دالك لغو حرين ايو ليشيات كاكديدان ياشا الشباب وحنا يعيدن كحوغة دالك سوماليات كسارين ارقي حساد gudadkii ay ku dhumaaleysanayeen si ay u dhagraan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalka inta uu socday ku dilay ku dhawaad 10 dhagar qabe oo ka tirsan nabadiidka sida warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u sheegay taliyaha guutada 17aad kumaandooska xogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor Gaashaanla Dhexe Dayax Cabdi Cabdulle taliyaha ayaa tilmaamay in ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ay xaqiijiyeen amaanka dhammaan deegaanada laga saaray maleeshiyaadka kooxda burcadiimeedka Al-Shabaab kuwaasi oo haatan lagu sii baxsanayo dhulka hoodka ah maadaama lagaga itaal roonaaday magaalooyinka ay ku dhibaateen jireen shacabka Soomaaliyeed balse geesiyaasha xogga dalka Soomaaliyeed ayaa wali ku sii baxsanaya dhinaca iyo dhulka hoodka ah.